رأى بيبيرو النسر الذهبي وكان بصحبته جوبيتر الحصان الأبيض الذي يبحث هو أيضا عن مدينة الإلدورادو. جوبيتر ما زال يتبعنا حقا؟ وأنت أيضا أيها الحمار تحب بيبيرو. قل لي، هل أنت متأكد أننا في الطريق الصحيح يا بيبيرو؟ بالطبع، لأني رأيت النسر الذهبي يطير في هذا الاتجاه. الحصان أيضا شاهده، لذلك فهو يتبعنا. إذا الأفضل أن نسرع في الوصول إلى أقرب قرية قبل حلول الظلام. الغابة. أليست هذه الغابة مخيفة؟ لا تخف يا شوشو، إنها لا شيء. الشمس تغيب، يبدو أننا سنمضي ليلتنا تحت الأشجار هنا. الصوت. إنه الرعد، لابد أنها تمطر في أعالي الجبال. لا تحاول إخافتنا. اسمعوا، ما هذا؟ إنها مياه الأمطار. لكننا في مكان مرتفع. سأشرح لكم فيما بعد، لنغادر هذا المكان بسرعة. بسرعة. نحن بمأمن هنا، الحمد لله. كان ليست هنا، وشوشو أيضا. كان شوشو. كان، أين أنت يا كان؟ شوشو، هل تسمعني؟ لقد تركونا لوحدنا، إنهم بلا رحمة ولا شفقة يا كانا. لن نقدر أن نفعل شيئا، لننتظر حتى الصباح. ولكني أكاد أموت من النعس. وأنا أيضا. كيرا، شوشو، إنها مغارة، يمكننا البقاء فيها حتى الصباح ولو هطل المطر. أنا نعسان. شوشو. نوما هنيئا شيرا.
شوشو طلع الفجر. انا جائع. يا لك من صبي اكول. الاجدر بنا ان نبدا بالبحث عن بيبيرو. ما هذا المكان بدخولكما إليه؟ اقبضوا عليهما. تعالوا هنا. طبيعي أن يحل الغضب علينا. سأذهب وأصلي طالبا الغفران. يا صاحب هذا الكهف، أنا ناروا قادم أطلب منك الغفران. هذا غضب الطبيعة. الفضل يعود لنروى، هو أنقذنا. اسمعوا جميعكم، لقد استجيب الصلوات. ارموا الآن أمامي ما عندكم من دار. خذ تعال هنا. لا تحاول الهرب يا شقي. دعني ايها الوقح، دعني. خذوهما. دعونا دعونا، نحن لن نفعل اي شيء، صدقوني لن نفعل اي شيء. اسكت. لن اسكت. انتما اهنتما هذا المكان، دخلتما اليه بدون استئذان، ولا احد يدخل الى هنا ابدا. لكننا لم نكن نعلم، دخلنا لنمضي الليلة فقط. خذوهما حالا. توقفوا، الى اين سوف تأخذوننا؟ توقفوا، لن نفعل اي شيء. لا تدعهما يغادرا هذا المكان، انتبها جيدا. يا عزيزي اطمئني، هذان الاثنان لم يكتشفا الكنز المخبأ. اذا اخذنا الكنز الى المدينة يمكننا شراء دواء نافع وايجاد طبيب جيد ستشفين عما قريب. ستشفين يا حبيبتي، اعيدك بذلك، اعيدك بذلك. شوشو أين أنتما؟ شيرا أين أنت؟ كيفا؟ شوشو أين أنتما؟ شيرا أين أنت؟ عليك أن تشكر الحمار أيضا، هو الذي وجدك يا شيرة. شيرة، هل تعرفين أين هي كنا وأين هو شوشو؟ رائع، إذا سترشديننا إلى مكانهما.
قاسية جدا. من هنا نقدر أن نهرب. مستحيل، إنه مرتفع جدا كان. لكن إذا صعدت على كتفي ستصل إليه. لا أستطيع أن أهرب لوحدي. شوشو، أريدك أن تخرج للبحث عن بيبيرو، أرجوك هيا بسرعة. حسنا سأفعل. لا يوجد أحد في هذا المكان. سأعود وأنقذك مهما كلف الأمر. كن حذرا شوشو. ترى ماذا سيفعل السيد ناروا بهذين الصغيرين؟ يفعل ما يشاء، هذه مشكلته. لقد هرب. امسكوه امسكوه. السيد ناروا امسك بالشقي. لقد اغمي عليه. لا احد يفلت من قبضة ناروا. أخيرا عدت إلى رشدك. ماذا ستفعل بنا الآن؟ سألقنك درسا لن تنساه أبدا. رفاقنا سوف يأتون إلى هنا وسيقضون عليكم يا ظالمين. اسكت يا ولد. يا جلاد. نعم. كم أتشوق لضربك. تنتظروا. انتظروا يا رجال، إنهما رفيقانا. ولما لا تذكر اسمي ولو لمرة واحدة؟ أمسكوا، أنقذني أرجوك. ماذا فعل هذان الصغيران؟ قل لنا السبب، وقبل كل شيء فك عنهما القيد. لا دخل لكم بهذه القضية، لا دخل لكم. عليهم. لا أنت توقف أيضا. نحن أيضا سنقاتل، سنقاتل. أنت ولد مدعي. الحصان الأبيض، يا إلهي كيف وصل إلى هنا؟ كيف وصل؟ هاي الحقوا بهم، لا تدعوهم يفلتوا. من هنا هيا. هي الحصان لوحده. لابد ان الاولاد هربوا. غير معقول، غير معقول. هنا انظر، هذا هو مكان اجتماع اهل القرية.
إذن هو أفضل مكان لإخفاء الأشياء الغالية. طب ادخل، لقد وجدت أشياء غريبة في هذا المكان. هذه ولما هي مخبأة هنا؟ قل أنا أعرف، سكان القرية يرمون له كنوزهم ليصلي من أجلهم يا بيبيرو. منذ زمن بعيد كان الذهب متوفرا في هذه الأماكن، فليس من العجب الحصول عليه. ماذا كنت ستفعل بهذا الذهب؟ هيا أخبرني. حسنا، مياه الأمطار تتجمع في هذه الحفر كما ترون، والشمس تشرق من هنا. عندما تدخل أشعة الشمس تسخن المياه ويتصاعد منها هواء ساخن. هذا الهواء ينحصر داخل الكهف ويصدر صدى قويا. اكتشفت هذه الامور بطريق الصدفة، وبعدها ذهبت الى القرية، لكن ايقاف الاصوات سهل جدا. عندما تسد الحفر يتوقف الهواء والصوت يتوقف معه. بهذه الطريقة جمعت الذهب من اهالي القرية وخبأته هنا. لماذا؟ تريد ان تعرف السبب؟ ابنتي اريد ان احضر لها طبيبا من المدينة، لهذا انا بحاجة للمال. وتخون اهالي القرية قريتك؟ كان هذا اقوى مني، فعلت كل هذا لاساعد ابنتي. انا رجل شرير، لذلك اردت على الاقل ان اكون ابا صالحا وانقذ حياة طفلتي. استعمل هذه. ماذا؟ انها عشبة يستعملها الهنود منذ القدم. هل هذا دواء؟ ربما كان طعمها مرا بعض الشيء، لكن يقال انها تشفي جميع الامراض. اغليها في الماء واعطها لطفلتك. في الاقاويل القديمة حكم كثيرة. ما هذا الصوت؟ للهرب. يا صاحب هذا الكهف، أرجوك أتوسل إليك، أوقف المياه، أوقف المياه. الدعاء للأصنام لن يفيدنا في شيء. يا الله، يا رب العالمين، أنا أؤمن بعظمتك، أتضرع إليك من أجل هؤلاء القوم. أنقذ حياتهم يا الله، يا رب السماوات والأرض، يا رب. سبحان الله، توقفت المياه، لم تعد ترتفع. هذا صحيح، صلواتك أثمرت، أنقذت حياتنا. سمع الله صوتك يا سيدي. استجاب الله لندائي بسببكم أنتم قوم صالحون.
ربما لأنها المرة الأولى التي تصلي فيها من أجل غيرك ومن كل قلبك. وانقشعت الغيوم السوداء وظهرت الشمس من جديد، وشعر بيبيرو بنورها الدافئ يبعث الفرح والسرور والأمل في قلبه الصغير. أين هي مدينة الإلدورادو؟ هل سيرى والده عن قريب؟